السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معليش معلق لأني جلست ساعة عدل، طلع في تحديث في الأو بي إس وحددت وما أدري إيش وش سالفة، والكاميرا فجأة صارت تعلق، يعني تعدل الكاميرا حرفياً. من أول ما فتحت أتوقع في ناس كانوا مستنين مرة وراحوا، I know يعني. وحشتوني، أنا مرة اشتقت لكم، وينكم؟ أخي مرة اشتقت لكم، زمان عم بثوث التيك توك. والله صار لي فترة طويلة، يمكن صار لي 5 أيام ما بثيت. أحس 5 أيام مرة كثيرة، معنا يعني شوي قصيرة، بس يس. والله أبد رحت، بقول لكم كذا شيء بسيط عن الإيفنت اللي رحته. رحت على نيكست وورد، أو إيش نسميه، الحياة القادمة يمكن زي كذا، أو العالم القادم كذا ترجمتها بالعربي. وش هذا العالم القادم؟ يعني كان في أشياء غريبة صراحة وحلوة بنفس الوقت. يعني من الأشياء الغريبة إنه كان في جهاز يقرأ مخك ويطلع لك شكل معين عن الأشياء وعن أحاسيسك. اللي متابعني بانستغرام يعرف كل التفاصيل هذه في ستوري حقي. يس يا رزان، بالضبط كان موجود على سناب. ويلكم بسمة منورة، كيفك وحشتيني. وبرضو صراحة يعني كان في متعة. وإيش كمان يا ربي، كان في يعني اي سبورت كثير، وكان في فرصة كبيرة للبنات الجيمرز. يعني البنت الجيمر صار يعني صوتها مسموع، وصار يعني لها اقبال اكثر من الشباب يعني، فهذا شيء حلو الحمد لله. بالضبط تطور تقني. ومو بس كذا يعني، كان يعني في سبونسر، في شركاء، في ناس موجودة. يعني حتى كان الأمير فيصل بن تركي موجود. فصراحة يعني أنا تفائلت خير، تفائلت في الخطوة القادمة للبنات الجيمرز. يعني أحس في تغير بيصير، فإن شاء الله خير يا رب. ويلا خلينا نلعب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا آخر مرة إحنا كنا هنا بلعب معكم Resident Evil 8، للي يسألون شو اللعبة. أنا صراحة نسيت وش صار لأنه كان لنا فترة، بس أذكر أننا قتلنا بنت من بنات هذه. الحين ليش يطلع الشريط لكم فوق؟ شيش، يقول أنا ما أعطي عروض. بس خليني أقوي السلاح حقي، صراحة إحنا نحتاج نقوي. سرعة إحادة التقييم، معدل إطلاق النار. اوكي ما عندي فلوس، خلينا نشوف في اشياء ممكن نبيعها. نايس، خلينا نبيع دي ونبيع دي بعد، نبيع السلسال بس عاد خلاص. نعم حصلنا 7000. نحتاج شنطة يا جماعة؟ انا ما اشوف اني احتاج شنطة، بس يلا 10000 الشنطة. حسه قاعد نشوف الشوتجن القوة. If only you had the funds. 8000 يا أخي، خلينا نجيب فلوس. ما في شيء أبيعه، كمل لي فلوس 8000. خلاص خلوني أجمع الفلوس. وعليكم السلام. Just something to please come again. سم طال عمرك سم. أشوف أنا أحتاج شنطتي، والله مليانة يعني فاضية أصلاً، ليش أعبي شنطة؟ يعني ما شاء الله كبيرة، شوف هذه كلها فراقات فاضية. فلا لا لا لسه ما نحتاج زيادة. بس اعمل سيف عشان الاشياء اللي شريتها. ايش اللي قاعدين تقولون؟ وش هالكلام؟ يعني انا ما اقدر اقوله بالبث، عيب عليكم. وش هالكلام؟ اي احترموا نفسكم. الباب هذا انفتح، ما كنت عارفة والله. طبعا انا ما ادري وين بروح صراحه، خلوني امشي بالسكين. ما في شيء اكسر هنا، انا متاكده اني مريت من هنا وكسرت هذه. شيش، احب اكسر. كسر تحفك يا كلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. ماني مرتاحه للسيب ذا صراحه، بزيادة فخم يعني. خذي
هذه ميري حقتهم. ها كاني رجعت ورا لحظة. أنا ما عندي سكروب، كأن هذا الباب اللي من زمان جيته. لا 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 يا بوي استهدي بالله، إيش في؟ أتوقع هذا الباب اللي أنا هربت منه أصلاً بداية اللعبة. كم تقييمي للعبة؟ أقيمها 8/10. صراحة حلوة اللعبة، بس أنا ناسي إيش عندي أشياء. أصبروا أصبروا خلا أتذكر. أنا عندي حقة الواين صح، إلا عندي قزازة الواين حقة الكلبة ذي، خليني أروح أحطها. صح تذكرت، الحمد لله رجعت لي الذاكرة. أوكي خلينا نحط هذا الشيء هنا. يس بسم الله الرحمن الرحيم. أوبن سيسمي. وات مكان إيش هذا اللي أخذته؟ في شيء أخذته بس ما أدري وشو. نو مفتاح الفناء. أي فناء طيب؟ أي فناء؟ ما أعرف، نروح نشوف. لا 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 هي نفسها Resident Evil 8 يا جماعة، مو شيء جديد. بس اللي لقيته مفتاح الفناء. فين أستخدم مفتاح الفناء يعني؟ صراحة أنا ناسية، بس نجرب. لا 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 لا. Shall I give you the tour? نعم. أنتي بنت، استحي على وجهك انقلعي عني يا ما. وي يا خوي افزعني، قسم بالله في واحده تبي تقتلني. اي انت الله يلعنك، لا احساس ولا ضمير. انا راح اشوفها. هي بنت اعقلي ولا تطلعين لي فجاه، سمعتني؟ ترى والله بزبل عند خوي. نايس، هذا اتوقع مفتاح الفناء. كفو. بسم الله الرحمن الرحيم وبين استعين. انا وين رحت؟ السلام عليكم. في حدا ما بدنا اياه شو ما عمل فيه. ايش الاغنية الخايسة دي؟ والله النشاز حقي. طيب انا بدور كل الزوايا لانه تعرفوني. هذيك الزاوية كانت مقفلة بس هنا عندنا شيء. هل اقدر اكسر القزازة؟ لا طبعا. Too much يا ايثن. السلام عليكم. او نايس، في عندنا باب هنا بس باب اصفر. ما اقدر افتح الباب ذا. طيب ايش ممكن نسوي؟ نشوف في النص. ممكن اروح الباب ده؟ لا طبعا ما اقدر اروح الباب ده، بس في زاوية هنا. يس 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 حلو. اوه وصلت لها يا بنت يا حلوة. تقولها حلوة؟ والله صراحة هي يعني حلوة مع انها عملاقة، بس انها حلوة يعني شيء ما نقدر ننكره. حلو لوت. تعال اكسرك. ما في شيء يتكسر. كرسي كرسي كأنه في مقاعة زواج جايبينها. يا حرمة وين بنتي؟ تبي بنتي واتركك في حالك؟ ترى والله العظيم لا تستهينين فيني، ماشي بسكين ترى قسم بالله اقطعك لو ايش مكان طولك يعني. قسم بالله العظيم تراني شين اذا عصبت انا. وش ذي؟ قهوة تركي، حركات، قراءة فنجان، أشياء. What the heck؟ عرفت إني قتلتها. شيش قلت لك لا تستهينين فيني، لأني قسما بالله العظيم مستحلف عليك أنت وبناتك. أوه نايس لقينا ماب هنا. كذا طلع الخريطة. أوكي انا اوريك ترى يا الكلبة، انتو بناتك الخيسات. طيب عندنا هنا اللغز.
اتوقع اللغز حل هذا، اتوقع انه شوفوا الناس يعطون الدوقة الحرمة هذه المشروب الواين، والبنت تخدم الحرمة. ايه ارجعي. اوكي، والفارس للناس، والناس يترجون الفارس. لا باقي البرنس احطها عند الشغالة حقتها. ها حلينا اللغز؟ لا والله ما حلينا، لا العكس. اوكي العكس، يعني البنت تعطي الفارس والبرنس تاخذ من الشغالين ذولي، والشغالين ياخذون من البرنس. لا طب أمانة بشوف الصور لأني أنا احترت، نشوف الصور عشان نعرف شو السالفة. أوكي هنا، لا تهتم النساء بتقدم الرجال، ولكن لابد للفقراء أن يؤدوا دورهم ليعطوا سيدهم أفضل ما لديهم حتى يتدفق الشراب. أوكي يعني زي ما قلت هذول هنا و البنت ما تهتم في الرجال، فما راح نلفها للرجال، بنلفها لسيدتها. والله يعني هم يبون يرضون سيدهم. طب هذه بلفها له، يمكن كذا صح. احس غلط، في شيء غلط يا ويلي. انا خايف ضي، خايف من ايش؟ طيب بنخلي البرنس يطالع في البنت. طلعت انت المشكله، استغفر الله العظيم. يلا بسم الله، نزلنا بسم الله على بركة الله. احنا فين رايحين وين؟ I don't know. عليكم السلام. شفتوا الحل شلون طلع؟ ايزي. هاي خروفي خروفي خروفي. لا 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 لا، ايش اللي مفجرة؟ الله يسعدك، اجلس اجلس. انا شلون اخليه يجلس؟ اوكي 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 اوكي. What the hell? يا جماعة المكان الحين بدأ يصير مرعب ترى. بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جثث والضحاك. Oh my god. What? Say what? جثث everywhere. بس ريحة المكان يعني لا أحكيكم صراحة، ريحته wine، ريحته قصدي عنب. قانا اقدر اقتلها بالسكين يا حرمة؟ وين اغتصت دي؟ وين اغتصت؟ بجرب اقتل بالسكين. هذا واحد معلق يمو، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني مو مغطي. خرجتيني كلمة. ابلعي 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 ابلعي. اوه نايس، والله قدرت اقتلها بالسكين. طلقة واحدة خسارة عليك. بس اقدر اغسل السكين حقي؟ وين جاية ذي؟
يما أمي صوتها متخوم. ترى ما عندي لا سكين يا بنت يا بنت الايه. لا اسمع اسمع طلع لها مسدس دي. خذي الايم ولا غلطة في راسها. او نايس قتلتها. اوكي ظهر هي جت من هنا تبيني اجي من هنا. طب لحظة ايش في اللفة دي؟ عمى عمى مين مسكني؟ اي صار معها عصر بلعي اين عنها الكلبة. او نايس. اذا بغيت اقفل عن نفسي اتوقع اللي ياخذ الصعب يعني يحتاج انه يقفل. شوف الشوتجن ووت طقة واحدة ماتت. نايس خلينا نشوف الماب. احمر المكان ما خلصته بس ما احس اني تركت شيء وراي. اي تصحى انت ولا وشو؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين. وجع يوجعك وجع يوجعك قطتني ذي. انا ما فهمت هذول رجال ولا حريم صراحه يعني. اثنين يما ابلعوا مو وقتي الوت صح؟ وجع والله مو وقتي الوت. تلقون في زر على اليمين تقدرونها يصير كبير عندكم اللايف. اوكي الظاهر اننا خلصنا من هنا لان ما عاد بقى شيء. في حد بيطلع؟ امان اطلع بسرعة عشان لا تقعد تقولي حركاتكم دي. شكرا شكرا لانك محترم. تطلع على طول. والتهاب شوفوا كانوا يعاقبونهم في المكان ذا. او ماي جاد او ماي جاد ليتس جو جايز. عندكم اسلحه لا نهائي باللعبه؟ برافو والله برافو برافو. كنيس نايس هنا اعمل سيف. اوكي ايش باقي هنا؟ ولا شيء. طيب بسم الله الرحمن الرحيم نتوكل على الله. اسمع تليفون مو بلاك صيم صيح. ترى احس اللعبه بالفي ار خرافيه. بعد الجيم هذا بروح النادي ان شاء الله باذن الله. معلومه ما تهمكم بس يعني بقول. شكرا رواد على الجيم. I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. انا ما ادري because he's in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him. No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. شكرا. I won't let you down. Hell with the ceremony! That man will pay for what he's done.
تخسين، انت اللي بتدفعين كل شيء يا روحي، انت بتدفعين ثمن كل شيء، انت وبناتك الخيسات. بس اصبري اطلع لوت واجيك. قليش قال انا باكل تبن معاها، تبن المفتاح. او حلو لقينا المفتاح، بس بشوف اقدر اروح اتعب لي وراها. اوكي مقفل، ما يمديني اكسر نفس اللي كسرت هي. امشي في سبانك الخايسة، ودي اقطعه. مفتاح ايش اسمها؟ اسمها صعب والله. سلام. All this for a child who isn't even here. What the hell do you ungrateful, selfish wretch? You come into my house. You lay your filthy manners on my daughters, and now you even try to steal my property. انت صارت بنتي الخايفة. Rest while you can, because I will hunt you and I will break you. Go ahead, do your worst. اي والله تعالي انا اوريك الكلبة وين ودتني، وليش كل مرة انا انزل تحت؟ طب انا مو بعاجبني المكان تحت، يعني كان حلو القصر. اوف يا ربي. يلا نمشي. ايه اللعبة والله اسطورية مرة. الجودة عندكم مو تمام؟ افضل شيء يعني حاطه. في تقطيع خفيف في اللعبه، بس ما يقطع عندها، فيمكن من النت عندك قاعد يقطع. طيب وين اروح الحين؟ السلام عليكم. وده هاك انا وين؟ ليش الميوزك كذا مرعبة؟ اوف يا ربي متوترة. اصلا المكان حلو يا جماعة، يعني زي ما انتم شايفين النار قاعدة تحط طابع جميل في المكان. What the heck؟ Oh shit! Blackheart let you get away. You'll be sliced to ribbons before you ever see the child. يما وين اروح منها ذي؟ What the fuck؟ وخري وخري وخري. الله يلعنك، تبي يدي! يدي! كلبة الكلبات انت. استحي على وجهك يا مرة. احترمي طولك اقل شيء! قسم بالله ما اعتذر لك يا الزقة خسين وتعكبين، اعتذاري اذا ما تشوفينا. اسمعوا خلوني اركب يدي. كيف اركب يدي؟ طيب انا لازم اركب يدي والله عاد، يعني اذا يفرجها ربي علينا اشوف اي مكان يعني اهرب منك يا كلبة الكلبات. ايوه 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 ايوه، بسرعة 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 يا رب يا كريم.
انقلعت منها الحمد لله. Running will get you nowhere. ليزك يا خرا. خلا ركب يدي بس. اي والله اليد يعني اوفر يعني. اي احد تنقطع يده زي كذا يموت خلاص. يعني كان يعني حطوا شيء منطقي شوي رسند ايفر. بس تعرفون يعني هو ما في شيء منطقي في اللعبة. جت على يده حتى اللبس تخيط سبحان الله. حتى اللبسة. اهرب من هذه القلعة. قالك بهرب انا بطلع بنتي الحين. انقلعي انت وياها. خليني اروح. وجعي وجعكم واخروا عني لا تتقربين مني. ماب جديدة. وش ذا عندي؟ اوكي بهرب ما في شيء. طب لحظة هذا باب وين يودي؟ مقفل. نشوف الماب الجديدة. طيب الظاهر هذا اسوي فيه طلق. يرجى ملاحظة ان احمر شفاه سيدة مفقودة يرجى ارجاع الى حمامها ان وجد. انه مصنوع خصيصا لها وغالي الثمن. كبير الخدمة. كبير الخدم سوري. كبير الخدم. أمانة هذا أكبر همهم روجها. أوكي أنا أحب الأرواج بس مو بأكبر همي يعني. جيبي لك واحد ثاني يعني. شوفوا أنا مرتحت للصوت هناك. خلونا نشوف الباب هذا. ما ينفتح الباب ده فبنرجع للصوت. بسم الله الله أكبر. يا بنت. أها هذه. شيش. موت مامات. هلا ايش في هنا؟ تدوير بعد مرور يوم على العلاج توقف الثلاث فتيات عن الحركة بدون كالأموات. طارت حشمة من خارج فم الابنة الكبرى يبدو أنها ذبابة منزلية. بعد مرور يومين على العلاج غطى ذباب الجثث الثلاث يبدو أن الذباب يأكل لحمهن. عندما فتحت النافذة سقط بعض الذباب ميتا يبدو أن البرد يقتلها. أغلقت النافذة بسرعة حتى لا أضغط الحشرات أكثر. أوكي أوكي. قصص بناتها الخايسات. طيب لحظة خلنا نشوف هنا. حتى الشباك اقدر اكسر عشان ما تجي ولا واحدة من بناتها عندي. طيب اوه هنا في نزلة وحركات. طب اصبر اصبر احنا ما رحنا هنا. والله الماب كبير يعني شوي خربط. خلونا ننزل من هنا. عمر شكلك ابلعي ابلعي بالسكين بالسكين. والله انا اقتلك بالسكين. ماما ماما ادري فاهم. نايس يعني يا جماعة اقدر اقتلهم بالسكين. وشو ذا؟ كرة الزهرة. ما اكسر المراية يعني. والله يدي لسه فيها قوة يعني. I know. اوكي ما عندنا شيء هنا. انخرشت. طيب هنا يغسلون الفرشات. احسب بس احنا نسوي الحركة دي اللي ننشر الفرشة على الدرج. طلعوا حتى اللي بالقلعات يسوون الحركة هذه يا ناس. اوكي يعني ما في فرق بين عيال العز والطفارة. بس يعني يحبون يهايطون علينا شوي. اش عرفني شلون اعزف ذي.
Okay. سو أول واحدة هنا. بعدين. لا. Oh nice. معكم العازف ضي. مفتاح الشارة الحديدية عرفتوا؟ عاد هذا المفتاح بكل مكان. اوكي عندنا كتاب. السعي لا يوجد الحجم 5 و6 نفس تركيبة اسم باب البالغ رغم وجود اختلافات في الرأس إنها آكلة للحوم وعندها شراهة شديدة لها تتجمع وتستخدم فيرمونات لمحاكاة الإنسان حتى تصطاد فريستها تولد عندما تضع الكاد وبيضها في المضيف ولكن الذبابة نفسها غير قادرة على التكاثر يعني هي شلون سوت بناتها خلطت الذبان مع بناتها وطلعوا يعني كوليكشن حشرات حرفيا واو صراحة ما علينا احنا وش لنا فيهم صراحة ايش هذا الباب اللي فتحته انا رجعت تحت طب لحظة هل اقدر افتح الباب هذاك اللي فوق يما تشابها What the fuck? أمي! عامة في شكلها! إيش تسوي الحين؟ بنات واخروا عني ترى ماني بفاضي لكم قسما بالله العظيم اللي تقرب مني وعيدها الحين خليني أفكر هاي! لا تقومين! قلت لك لا تقومين قسما بالله العظيم اللي حالفة عليك تبدين من سدحة طب هل ارجع عند هذيك مكانها ولا وش اسوي بنات احد يقول لي وين الطريق طب برجع انا القصر عشان شو اسمه اروح اسوي سيف اوه امهم الكبيره معهم لا والله لا تكفى يا ربي ساعدني يا الله يا كريم بسم الله اقرب باب عزبنا إلى ما لا نهاية وبعد أمي حط الكرة في لغز وبعدين يعطيك فلوس طيب يلا 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 إحنا رايحين عند البياع يا أخي فاتك والصار والله أبد قتلت واحدة من بناتها so sorry it turned out that way well you'll find your way to her once you're out of this castle Do you have need of anything for the road ahead? أبد والله عندي كورة. Thanks for your consistent patronage. I've expanded my. بحط الكورة هنا. هذه صح؟ شيش. طيب. اوح طيحتها غلط طيب عاد انا احب الالغاز اللي زي كذا جو بيبي طيب وين اوديها استني شلون اوديها هنا اوكي في كور كثيرة هنا اوه
يعني مو صعوبة. اصبروا والله تتخيل. يس نايس ابين سيتمي. طيب الحين وش حصلت؟ يلا نبيع. خلاص صح ليت اللغز قبل ما تسوي فيها. شو اخبارك يا عمي؟ Good. I was just thinking of ways to pass the time. ابد والله شوف ايش جاي ابيع عندك انا. هذه كم سعرها؟ 8000 لحالها؟ بس 8000؟ رخيصة غالية. 8000 بس. طيب ايش اشتري؟ I'm skilled at all sorts of weapons. هلا اطور الجن. I will do them for a small fee. انا ما شريت جن. Securing goods is more important than امدادات. Anything, my friend. ايش قاعدين تتهاوشون ولا ايش؟ في سكين. يلا بنشتري طلق. 5000 طلق. I see. Anything else? نشتري هذا الشيء. جزء مخصص للمسدس يزيد كثيرا من سعة الذخيرة. وهذا ايش؟ طيب يلا نجيب. Excellent. والله شيخ خايسة شريت بس يلا ما عليه. كذا لسه ما عليه. يلا بنشوف. Wonderful adventure. Thank you. اشتري طلق زيادة بعد. Oh yes. ايش رايكم؟ اتوقع غير متوفر يعني ما في الا هذا عادي. وهذه كلها مو بعندي. خلاص خلاص بسوي سيف. يا جماعة احنا كذا وصلنا نهاية البث. انا بروح النادي بعد شوي فان شاء الله انكم انبسطوا. عارفة انه بث قصير خفيف كان تيست. ان شاء الله بكرة بيكون في بث اطول من كذا. اللي فات البث راح ينزل على يوتيوب بإذن الله الواحد الأحد. أحبكم والله. انتبهوا على نفسكم. سلام عليكم. يا بابا إيش فيه؟ نقفل. A lovely weapon, sir. نقفل البث. إيه لا تفشلنا. أصبر خل أطلع من اللعبة. استغفر الله يا ربي. أوكي. Goodbye.